مال والبوات كجوكتان عالم كهالكن و ESTV مركلة وحاد كسود واتان وركي او فافاسن كالفادقي لحاد قولها كابنت كدولد ديان كسومالي دا إتوبيا يا وحاو كاقب سومي هول كشرر كي حافيس كمدحوينها كالفادقا يا وحا كاقب غالي وريها يغا أحمد حيدي او وربحنتان كسودياري شركة نوه جامينة يمدحونها دولة ديجان كصومالي دي إثيوبيا مدن عبد محمد عمر إن كسوق بجلين كبنيجي يمارياش وكار ظهر مرنتا يمدحونها دولة ديجان كصومالي دي إثيوبيا مدن عبد محمد عمر وح أو كسوق بندقي أجند ياش كلن كان أيجوه الرئيان تردر جلين تم مشاريع عصب يكو ويرى إيه ذي جد أساسي جاه تونا جدوين مركع جداش سلام جدا هو الرئي كان كوهار كمشاريع ده لماتي مشاريع هذا قول كسيتيو كله سلام هذا هرو كله هرو لا بقول أو هكتار بعد ديارة مركا لا بقول هكتار ديارة إن دتك ما حكول على تجيو إسلام كان أي حويان لهول قليو أنت كلا إذا ما نيكو كا إن لسه سجما لا بقول هكتار بعد أما ذي لا بقى بقول هكتار إن دتك لجور يجيو بعشرة دل بلاو شهر هذا كلا إذا ما ذي لفت إن يدنا لدر در قليو تسلان شهر هذا عشر كذو بدن iyadana in maxaa ku raayay nasleeg oo ajinda kale kooxaha iyo dirgelinta mashruuca kuwa cusub ee hadda mashruuca hadda socota in iyadana waxa weeyaan aan qiimeyno halkay marayaan iyo mashruucu meesha marayaan iyo xilliga loo qabtay ma ku dhamaadeen mise kuwa dhamaadeen mise ma ku dhow yihiin mise kuwa dhowa taasina aan iyada sameeyo mashruuca marka xafiiska samarka saa leeyahay mashruucu isaga hoos timaaduu waday mas'uul ka yahay weeyaan مشروعي واوين إن أنا يضنا سيقولي وقي من هذا مشروعا حويا في حمراء بروجكت هلكم مرة يعني ما حكوا على شركة صادقته ككلا وحويا سجنا شبلة وبيجا ما حكوا على لاب إلا يو دنا مشروع سعني علو يعني يو حبير عني مري سجنا هلكم مرة يو لما هذا مشروع واوين بقول عشان كيلومتر كنا يوم مد بقول يو ستيتنا ما كا إن لما ده مشاريع ويني قيمة إن لما ده مشاريع عصبنا شركة دوني سولكتو كان حوية محاكرة شرر توكو شررات قبر بيح إلى حتى الشيخ لو مشروع لما ده مشروع كلا حين من حوا مشروع شرر كيمانية إلا يا قبر بيح ريزرفير كلا بيح كدونا إلى حتى الشيخ كدونا قبر بيح إلا يو حوية لا بد إن محاكرة هاي لقاسيو إسقى واحد دقري لي بكل أقوائي أنا مقلع أي محاكرة هاي حويا لا بعلاقة كان اللي قدري مركا كل إني شركة كان فا في سالكو مريو مشروع على أوفيس فلوكم مشروع كان حويا وكان لقى قاضيو برقد حويا ممكن عيد على مرنا يا شو كل عيدنا ودوين كي تشيدك ونين إن لهو عش دعشة طبعا كا نحن كورها هلا إن أنا ما كوري أصحنه أجد ياش أسأي واحد عبنا كمان يقول عد بوح كون صحيان كدي بوح لجودة قال قيمان تمشاريع آخر مرنيدة قران مشاريع بيها وكان ظاهر مرنت الدجانكو أي كهول أنا ين مدوين كيو جدا بيجي دهوينا دولة الدجان كصومار دي فيها بمدن عبد محمد عمر يا واحد أوش جاي إن حكومة دو سيا يقول شو أبطب بهيد دنك بيها الدجانكا أي قالت هتشي هو يني يقرش على عد كواسي ولا جسوا هي يقول لجودي السكره إسلام مر كان قيمان تني حوج لجود صاريو شن تي بلاد إلا صار في مشاريع على سوق بجبيجي يكو عصب إيه هذا الصعداء دهوينا كحجان كدولة الدجان كصومار دي فيها بيا أنا وزير كحفيز كروبرنت مقالين كاسمها مدن عبد حكين عقال عمر وكهل كلن كان waxa uu sheegay inay laga marmaan tahay in dardar galiyo dhamaan shaqooyinka gacanta lagu hayo isla markaana madaxweynaha ku xigeenku ka warbixiyay mashruucaha gaar ahaan xafiiskiisu gacanta ugu hayo waqti haadirkan laba qaybood bay qaybsamayaan qayb aan wali la bixin oo project iyo waweynaha iyo qayb la bixiyay oo project iyo waweynaha iyaguna oo hadda gabagabo ku dhow intoodii badnay sida beta magistiga oo kale mashruucii aan ka wadnay iyaguna waa gabagabo مشاريع دي قبل دهر إيو قار عن جودي كودني نوي تران إيه نوع جبا جبا ويا إن دور مشروع عمولي بحنا نوي تران صدح مشروع وأنا سيا لوكلا بريجز جرين لها ونا كوحدان تاي بس إنت بدل مشاريع دي وحي كونستراكشن ها سفي عم بيو سعدان وقت هي وسفي عم بيو سعدان كوا بلا مي ماين كوا بلا مي وقت جوجي وقت دو هذا مدة بلا ويكسو جبا جبا ويا جبي هام كوا قبل داري يا كوا جيجي يا كودي يا كسر على بنا ما أنت
sarajeenay hospitalada sidoo kale ayagu gaba gabo ayaan antaba galka ku sameeyneen sarajeenay supervision kan ku hel gaba gabo isaguna biki hospital wax yar baa kana bishan u dhamaanaya muraayadii imba laga leenay bas ki wardeerna adu stage ka in yar ka hooseeyo laakiin isaguna bishan inuu ku dhamaado rajeenay kadib ayaa waxa si toos ah loogu dagalay qiimeyntaas iyadoo lagu bilaabo wakaaladda hawlaha dhismaha biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo sheegtay in soo gabagabeysay shantii bilood ee la soo dhaafay 7 mashruuc oo kala ah gobolka faafan oo la soo gabagabeeyay mashruucyada biyo gelinta gabagabaxaadow mashruucyada biyo gelinta qubbijaar iyo qurcmatan qodidda eelka biyaha san xaskulne gobolka shabeelle oo la soo gabagabeeyay mashruucyada biyo gelinta bulxagare mashruucyada biyo gelinta galbeedka goday iyo city oo la soo gabagabeeyay dar 3 iyo expansion of dar sidoo kale waxay wakaaladu soo bandhigtay laba mashruuc oo waaweyn oo meel fiican maraya oo kala ah mashruucyada biyo gelinta fiiq xamra gasangas oo maraya 168 ee mashruucyada shantii bilood dambeys aan soo gabagabeyno si kooban iyo laba mashruuc oo marka hada ongoing ah boqolkiiba 90 mashruuc aan soo gabagabeynay hada laakiin mashruuca ongoing ee socda waa laba mashruuc maadaama mashruuca waa weyn ahayn muddo shiishkan saaxnaa hada shan bilood laga joogo mashruucyada marka performance-ka si balaad man soo jeedinina iyo laba mashruuc hada aan shiishka aan galay oo dhameystiray oo hada muddo dhow aan iyagana shaqadooda aan bilaabi doono bismoodan bilaabi doono afarta mashruuc aan markaa aad si detail aan soo jeedeyna kuwa ka badankoodi maadaama ay dhamaadeen ilaa 7 mashruuc oo hadaan soo gabagabeynay iyaga si kooban soo dhigeyna waa mashruuc aan kulli badankoodu waa kuwii kala oran soo dhameeyay mashruuc aan soo gabagabeynay gobol wax weyn waxa isugu jiraan gobol gobol gobolka city waxaan soo gabagabeynay 3 mashruuc gobolka faafan 2 mashruuc gobolka shabeelle waxaan soo gabagabeynay 2 mashruuc gobolka nagab hal mashruuc baan soo gabagabeynay oo maxaa gobolka faafan 3 mashruuc gobolka nagab hal mashruuc baa ka socda gobolka shabeelle sidoo kale mashruuc kale ka socda gobolka jarar iyo faafan mashruuc isku xidhay soo yaguna cusub oo aan bilaabinaya jira gobolka jarar ila qoraxay mashruuc iyo isku xidhay cusub baa jira kuwa markaas soo jeedinayna marka mashruuca aan soo gabagabeynay waxaa kamid ah gobolka city ka socday mashruuca loo yaqaan dar 3 waa dambal ay shacada wan le qaybta saddexaad dar 3 ayaa loo leeyahay mashruucan mashruucan waxa weyn transmission main line ama dhararka tuubooyinka markaa waa 104 km wuxuu ka bilaabmaa ceelasha biyo biyo baxay ku yaala waa shan ceel waxa ku yaaliin biyo baxay oo degmada dambal ay ku yaaliin halkaas laga soo qaadi reservoir weyn oo dhamaan biyaha shan ta ceel biyo soo geeyaan jiray oo markaa 300 meter kub qaadaya halkaas aadan mar labaad laga sii qaadi booster station u leeyahay hal booster station oo biyo diil ku yaala markaas halkaas uu booster station-kaas waa xojiye markaas simple aan iska dul ordo markaa waxa weyn 104 km ween water point-yadu ama waxa weyn goobaha waxa weyn konton catastrophe-yadu waa 20 reservoir-yadu waa 8 project status quo 99% 99% sababtan dhigaa maxay galiile weyn mashruuc inuu gaado hadana waxaan gaarsiinay biyo waxa laga cabaa 4 degmo oo kamid biyo diile biyo qaboobe dhagago ya ashaa laga cabaa marka dhamaan iyo intii hoos aan qaybtan horeyd loo dhameystiray mar labaad waxa loo baahanyahay ilaa waxa weyn Djibouti xadka ku yaala marka Galilee la gaarsiiyeen marka testiga maadaama socdo halka water point oo dambeeyay bilaantay gaarayaan 100% marka ma oranayno marka waxa weyn inta qaybtaas Galilee maadaama ay arsan tahay yaan marka 99% in mashruuc noo mashruuc aan ma san soo gabagabeynay dadkuna ilaa way ka wada cabaan dhamaan ilaa Ashca iyo afar degmo afar magaalo marka tuulooyin ka sokeyo degmada Ashca wariimaad marka mashruucan oo mustawa gabagabo mashruuci waxa hadda ku soo jiitamay laakiin dibkana haysta mashruucan waxa weyn inta badan xagga waxa weyn leedka ya inta badan googo marka in yar leed ku shaqeeyaan maxay ahay mashruucan leed ku shaqeeyaan mashruucyada iyagana gobolka faafan waa ay hadda soo gabagayna waxa kamid ah mashruuca loo yaqaan biigelinta qubi jarran qurcmatan mashruucan 400% waan soo gabagabeynay mashruucan waxa ka faa'iideysta dadan 25,000 dadka badan ba ka faa'iideysta iyo xoolo dhan 40,000 oo xoolo ayaa marka ka faa'iideysta dhererkiisu waa 32 km reservoir fara badan buu leeyahay shan reservoir buu leeyahay oo kaydka biyaha oo meel kala duwan ku yaala mid wuxuu ku yaala meel halaaga la yiraahdo meel qubijaar ku yaala mid qurcmatan buu ku yaala marka mashruucan xariga lagama jirin laakiin muddadii hadda test uu ku jiraa anagu laakiin 400% soo dhameystiray xukuumadda marka miisaaniyadiisu waxa weyn 48 milyan baa ku baxday dhererkiisuna waxa weyn 32 km marka mashruucan 400% soo gabagabeynay marka xukuumadda xariga nooga jirto maan sugeynaa waxa weyn mid gursan ku yaala kulli walaal garanayaan maalayaan mashruucan marka waxa weyn hadda muddo bil ku dhawaa tijaabadiisa ay socotaa xadigan lagama jirin wuxuu ka soo horjeedaa mashruuc kale soo gabagabaxaad loo yaqaan kii dhawaanta xadiga laga jaray mashruucan waa mashruuc biyo gelinta xaad oo gabagabo mashruucan isaga waxa weyn xukuumadda xadiga ka jartay wuxuu ku yaala isaguna labada waa gobolka faafan
لبدك موجي جيجا تولي قوليد يقرسم انتا السمرة مشروعاني لركيسو وحوين أفرتني اللي حكيلومتر دادك كفايدة يستاي وحوين أفرتني يلا بكون دادك بدن حوالونا واساقاشن يستدح كون حوالك بدن بكفايدة يستاني مشروعان مشروعان وحولي هاي شان يطبان ووتر بوينت يتضبا دركو حولو ليه بغولكو بغولوان سوق بقبين العقد تكون بحدنا والليحدان يأفر مليان مركي لقود رقايف هذا حاجة دم لقا بيرو اكسبانشن اللي يدادو إلا تقيس القايف شو اللي محايا هيدي وهذا لقود رقايف واتدبيت دوات المليان مشروعيها يا حرق لقا جري إذا وانت حرق لقا جري بغولكو بغول مركبا سوق بقبين مشروعان هدوا لقا فايدة استا بيين إلا دكا من الجوس المالك حرق لقا جري إلا مالك مانت بيو ويسعدان إنك سوا هيد مركا حكومة دو مركا إنا حفيسكو إلا وريقا لكن ما دام أوامرنا لقوسي إنا بيو استاقين إلا هذا بيو العبا مركا مشروع سيسي وصعدا تقدم مشروع أو مشروع هرودا ما يسا لون مشروع ورقة وحاني من أيها مشاريع ما هذا قعنتن كونين أونغوينجا مشروع مقعيس على فيق حمارة قسان قسملت فيليج ووتر سبلاين رينج لاند ديفلوبمنت بروجكت مشروع نحوس وجرا مشروع بيه قليل أو بيه النظيف تقدر كان لسيا إسلام مركانا إن رينج لاند ديفلوبمنت أما هو مرنت الأرض لقسمت ما دام هو وتر شنتي كيلومتر بووتر بوينت يكاد الطرف لقسمين أيها تذكر ريرمي مركانا كعبان حولنا مركانا كعبان إسلام مركان حولان لقى لقى فاديون معنا إما مدة كوكليته لو تلاقي مشروع عن كونسلتانت أما دراسات كيس يديزاين كوحالة أما نقشدينتا وكالة دا نقشدينتا دراسات كي دولو ديان صوماليا يتوبالة مشروع حكوية لقوبل كرنقب غارهان لبدقمو مركز سومريا لبدقمو دقمة فيق يدقمة حمراء ودقمة هان مركز نغط مغوين بابيا لغا سوقا ديا مغوين وماش إيش بيو يكو طالة يتوق عرقو نحتا لوين هل كاسا بيا لغا سوقا ديا بيا سوحاي سومريا كوراي سومريا أو تولك كميدو مركز ودح حيسا مغوين ودح حيسا فيق marka waxay maraysaa haragax ee maraysaa oo iyadana marka ka sii sheysa maxay ahayd ee fiq ka sheysa qudacmeedal bay maraysaa xamar ay tagaysaa gasangas qaabno caas mashruuc socdaan mashruucan waxa ka faa'iideysanay beneficiary ama dadka marka ka faa'iideysanay waxa weyn bulshada dhan 7,800 qof ba ka faa'iideysanay mashruucan marku dhamaystirmo sidoo kale xoolaha waxa ka faa'iideysanay 8,274 oo marka xoolo geel iyo loo yaadhay nooc bisugu jira ayaa ka faa'iideysanay dhererka marka mashruucan uu leeyahay waa 182.5 kilometer 18 kilometer ba marka tuubooyinka dhulka la dhigay jaaribya oo dalka dibadiisa Turkiga la keenay gaar ahaan dhulkaas dhul marka adag maadaama uu yahay kulliyada go'deed marka soo dhiginay dhibaatooyinka waxa ay ka mid ah dhulka aad u adag yahay dhulku waxa weyn korka marka aad aragtid dhul iska jilicsan baad moodaa laakiin excavatorku marka ay mar qaado hoos marka uu dhaadhicirku aad buu adag yahay marka maadaama dhulku dhul adag yahay design-ka marka waxa la qaatay tuubooyin adag oo marka nooc gees beegay tuubooyinkan caadi caaga ma 15 bilood bay ahayd mashruuca markaan qoray ilaa 15 bilood baan marayna laakiin boqolkiiba konton mashruuc aan soo gabgabeynay lixdan performance is xaqdu ma ku sheegi doona maana waxa ka dhigan tahay ilaa hadda wax weyn qaybta mugweyn ilaa fiq 100% way dhameystiran tahay markii laga mugweyn markii laga bilaabo wax weyn ishi biyaha laga soo qaaday ilaa fiq wax qodaal aan ugu warsan ma jirto wax bayba aan ugu warsan ma jirto markii laga reebo 2 km oo wax weyn buurtal markii laga sii dhaadhacaya oo taada shaqadii socoto simply marka waxaan noqonaysaa electromechanical marka uu yimaada in la saaro bay noqonay waa qaybti feeski koobaad ee la marka biyo waxaan noqonaysaa hadda marka electromechanical bumpki generatorku haday yimaadin simply in lagu rikibo waxay noqonayaan toos biyo la riixo ilaa fiiq la keenay noqonay wax shaqo marsana inkastoo uu ku aad sagaadka qaybti labaadna waxaan 100% maraysaa waxaan fiiq laga bilaabo ilaa xamro half keed aan marinaydana dhulkaana waa adkaday anaga iyo waxa ka wada shaqeynaa shirkada Liubolis enterprise Liubolis ka wada shaqeynaa qaybta iyaga gaar ahaan qaybtan xamro ilaa fiiq iyaga marka gacanta ku hayo wada dhulkii baa ku adkaaday dhulku waxa weyn wax roos markii loo galo adag marka jaakamar baa ku wadnaa waxa weyn jaakamar tan wada garanay waxa qodaysa dag maanta lili waxaysa wax yar bi qodaysa dhulkaas aan waad kaaday dhulka duun waad kaan maanta mashruuca laga cabilaa laakiin problem ka anagoo riimay dhulkii baa aad u adkaaday waxa weyn excavation kii baa marka hadda waqti qaadanaya jaakamar kii baa ilkii ka wadaadanayaan oo kolbaan ka bedelina markaas laakiin hadda wax weyn qaybtan feeskan koobaad ee mugweyn isha biyaha laga bilaabay laafiq way dhameystiran tahay tan kalena 100% bay maraysaa macnaha waa maxay within 3 weeks markaan aad weyn aan u ballaadhino ama 2 bilood waxaan jeemay 2 bilood ama 3 bilood gudahooda mashruucan waxaan aaminsanahay inaan maartay biyahan tijaabinayno oo test gareyno oo dhameystirayno marka lacagtiisuna waxay dhantahay project cost waa 204 million bay dhantahay marka mashruucan oo performance-kiisu hadda waxa weyn maadaama marka waa 160 bunaya sababtoo ilaa gasangas maadaama la rabiyay la gaarsiiyo 160 maraya waxa weyn sudan shan ويقول لك أنها تتحرك في المدينة
تحسن لها لقى عبيه تكلم حان كراي مقوين لا يفيد إمي سوى تربوينتي باقول حسن مقوين لا يفيد انت هذا سميس لنا وتربوينتي لك تركي ولا من لك أبي سوى الحسن كراي يوك لو حيدا دهي أبتران بيها ما يوكو إلا شم بيلا دهي قبلك فيق وحيلا لا تهم بيلا دهي هدي مقوين لا يفيد شنتي كيلومتر بمحان كراي ميلدات كي حولو كعبا لغا سميه مركا وحي نقوني سا وإران لا تطبح بو تطبع وتر بينتي لما كتر ترى ينقول إيش قاس مسويسين مسويسين في واحد هو الفنون الريزيرفال اللي وتر بينتي كان ترى في الفايف ميت وبنك اللي جريت كان هو ده اللي نو سبيسيفيشن دي سوني عندنا ولا نقل هير تي سي ولا نقل بورا نقل هير تي سفر الله قيو اللي ترى هو وين يقول يلا بين نقل الله الله قال قيو هذا سبيسيفيشن كان جريت هذا بنك ونقول له واحد هني يوم اللي ما دي سن وانت جاي كلا مثلا واحد الريزيرفال اللي مستريني وتر بينتي اللي مستريني تقول يوم اللي تطول وقتك اه والله نيره مع جاري في والدين مع البي بي سي والدين هذول لو كيلومتر واحد شيء مركز ساكا وضمان لا لا لايت لا سو فول يا هاي هي بورتا ماشي ايش بيو بتاعه يمنا هذا هو كان بين الفور جيت كنت جراند جين و 1 كيلومتر واحد ما كان دي هذا الكترو ميكانيكا لك دي ما دو و و جيمنسن ما جيمنسن و في و مقول لافيت كان مكان حمراء فيق لايو انا حمراء في قلة حمراء وقمت أنا شكله منها والمستخاف وانا منها انت كان لو يسرع تابع وانا انت بعد نوات هذا لكن يلا محن سنة بالبديل أخرى مين هكس كابشي وصوت أنا صوت من نغاني سمكورا وحاش شركة ديو بوريس كاوتي وانا جربة نواتا هذا لكن وحن نغاني سمالا مقاعد كنا سنصورة مين ما يركز انو تيم كان مرزوك بيا قاعد كنا سي نقوي ودي حان وات سوى دي مين هذا وحن دقنا قرأ ميلي لو انتقلي حمرنا وانت قلنا فيقنا وانت قلنا مكوان سرعت على نور حبيل لبكرة لكن تهدون كيلومتر هم لغاية إن شاء الله وان جاء كمرادين لما كان قبل لنا قام نوع عشان غسل مركب بالقوية وقبل ما هنا مشروع تلقى لنا جبراء ها إنه سوفت روك هاي وما كان إسكابيش عادي وما شيء وذين هذا لكن كل ما لما كان روح نقطعي إن بيجا كمرادي قبل لنا واستوى سرعة لو مش استوى سرعة مدنا يقرا عدو منك الغطاء إذا خلاص عليك كان ويا كمرة حتى كمرادي وذين كان هذا في قرب عبيسة قبيه قرب مكاني مرك حول الترمكان كان قاضي دي سي كوري ركيمنت هذا كانوا كاين وكان تصفلا رفع على داخل وصلوا كان هذا لو كان بدون بل من قرا تصلا هذا ما لبحل دي لان بروجكت كو تقال الترمكان كي سي يوزل اسكرا سعاد وي وقت شغال اسكرا سعاد كرتا الا ولا قبطه وي لكن ما حد الى مركي لا دميو وحا وي ما حنكرا سيفل ورك الى دميه هذا الترمكان كان كي لغاني دي ليدا وتن مثل باريش بقول سنين انا ما درست من باريش بقول سنين اللي بيان بيان وغاين ما نهين تلم بعدي بيو هين متقنا غريلين ورك لو قديو بيها هل وتيدي سي ام سو الكترون مكان سو هو نوع بيو مركا ولا دي كرا لكن بيان بيو بنانك يا لو waxaa weey maxaan ku raay isagoon tii aan la bilaabin ba waxaan ku raay qaybti kala ama qodis la bilaabin ama tubadis laga bilaabin ayaa biyaha wadoodi ya la ogaaday biir biyo bananaa ka yala baheen oo maxaan ku marka elektromagnetic solba siin kare fatum wala sameen kare isaa maxaan ku raayda nuslaydi mashariicda biyo gelinta lab beer aan cilweyn iyo dhanaan oo maraya 100kiiba konton mashariicda biyo gelinta lab dhanaan beer aan cilweyn ka faa'iideysanayaan dad tiradooda dhantahay 126,704 halka xoolo ay ka faa'iideysanayaan 706,404 neef oo xoolo ah halkii laakiin waxa habo qoliyo qolitaan waxa weyn lama bilaabo استاذ حقا وانت ما يسترى قيبتها قيبتها حقا يسترى قيبتها مادام انا ما دي بيه بدن باهي بدن كجرتو حقا قاب كان ساري عيل وينان وحوين زرفارة دي ما نكو بلوني قيبكي سيفل وركا لكن قيبتها بايب كان حقا ساري ريفر انتيق اللقاب باللابو ألابوين ألابوين تو دانان ها وان بايب كسكو جوجين مكا سعوتو حقا تيم باد ديگه دانان دانان لكا سعوتها شغدي إلا دو حكو دوين وحي ألابوين كو دوين مستر كدو دوين هل كان ألابوين تيم باف ديونو كشغي waad qodnay waan qodnay waxa weyn tubadina waan dhignay adus ku dirban baaday oo marka qaybtan buurta la saaray xagga kale iyo xagga buurta laga saaray noo dhay gaas fiican bay qaybtan socota qaybtan target ka dhigana qaybtan weeyaan hadda qaalay markaa mashruuc waa qodnay boqolkiiba kun tumuraya iyadoo sidoo kale wakaaladdu bilaabayso mashruuca cusub ayna heshiiskoodii saxiixatay ayaa waxaa ka mid ah mashruuca biyo gelinta wakaaladdu bilaabayso mashruuca biyo gelinta qaaxo qabri bayax harta sheekha ararso dhagax buur oo dhan 182 kilometir iyo mashruuca biyo gelinta birqood gunagado marsiin gashamo iyo danodo oo dhan 208 kilometir kadib markay wakaaladdu soo bandhigtay dhammaan qorshayaasheeda ayaa waxay golaha ka banay halkaas su'aalo ku weydiiyeen waxaan intaas kadib si toos ah loo gudagalay wakaaladda xigta oo wakaaladda dabagalka naqshadeynta iyo daraasadka dowlad deegaanka Soomaali
somalida ethiopia oo iyadana goobtaas uu ku soo bandhigtay dhamaan naqshadaha daraasadeedii ay ku guuleysatay oo waqti xadirkani loo baahan yahay in laga hawlgalo mashruuca design-kiisu sidaan buu eegay halkan waxa ku yaala barqad wellfield marka halkan aad aragtiin waxa weeyaan barqad waxaa laga sameynayaa 300 meter cube reservoir ama kayd biyo ceelbiyood toos wuxuu ku soo tuurayaa barqad laba ceelbiyood halkan ku yaala waxay toos ugu soo tuurayaan magaalada barqad oo ku yaala 300 meter cube reservoir kan aad aragtaan waxa weeyaan waa kurtun dheere iyadana 100 meter cube reservoir iyadana laga sameyn doonaa markay barqad ka soo baxaan laba branch bay kala yeelanayaan kadib markii la dhameystiray qiimeynta mashruuca birqod gunagado marsinga shamo iyo waxa la gudagalay mashruuca kale ee kaaladu gacanta ku hayso ee qaaxo qabri baya xarta sheekha ararso iyo dhagax buur xoolaha ku dhaqan degmooyinkan iyo qabaleyadan hoos ku xusan ka mid yihiin qabri baya xarta sheekh ararso digrilay magaalo cad oballe higlelay dhagax buur guyo gilo geedcaar dhawacale دوبر بلار بريس عادة ورا خليفة ورت آدن مشروع عن بنفيشاريس كيسا أما مشروع عن كفايد استياشا وحيدين بلشدن لا بغل لحدني صدحكن يا بغل يا فرتن سلامر كان حولدن ستيت بغل ستيتني لحكن صدن يا فر أو سكوتش رجاليو أريو demand projection ama mashruuca cadadka biyaha uu baahan yahay mashruucan waxay dhantahay 72.5 liter per second water source-ga hadeen fiirino ama biyaha cadadkan inta meesha laga ilaaha waxa weeyaan waa source-gu waa ground water ama biyo la qodayo dhulka hoostiisa location ka goobta laga qodayo ceelbiyoodyadan waxay yihiin waa qaaxo iyo durwaale wellfield ilaha biyaha ama ceelbiyoodka la qodayo mashruucan waxay dhan yihiin 10 ceelbiyood laakiin hadda waxaan kusii bilaabaynaa 2 ceelbiyood oo sanada 2007 lagu sii bilaabi doonaa structures ama shaqooyinka la qabanayo mashruuca dhamaantii waxay kamid construction of 5 meter cube reservoir hal xabo construction of 300 meter cube reservoir isna waa hal xabo
لابا حبا construction of لابا بقلا متر كيوب ريزرفاير أو صد حبا construction of بقل متر كيوب ريزرفاير سنا وصد حبا construction of 75 متر كيوب ريزرفاير أما دسمها كيت كبيها تضبط نيشنت متر كيوب يساقنا صد حبا and pump house كا وهل حبا كاتل تراف أما درك حولها يساقن واشان يا أفرتن public fountains أما قوبت بيها لقعبه واللحذن generator and guard house يقونا واساقال electromechanical and installation كنا وهل حبه drilling of boreholes يساقونا واستيد استيد بالقضي البيوت بكنا لقانت المركة مشروع عنو حينو كالقاعدة إنها لابا قيبوت qaybo halqaban sanadan hada in ku jirno sanad miisaaniyad kan hada in ku jirno 2007 oo shaqooyin kala qabanayo xagan aad ku aragtiin qaybta kalena waxa weeyaan 2008 qaybta la qaban lahaa sidaas baa loo kala qaaday ee mashruucan tuunboyinka biyaha uu baanyay dhamaan waxa weeyaan waa nooc loo yaqaan UPVC pipe oo dalkiisa laga helo marka sanad miisaaniyadka 2007 tuubooyinka loo baahan yahay tiradoodu waxay dhan yihiin DN 250 mm ama balciisu diameterkiisu 250 noocaas ilaa 8 km baa la isticmaalayaa DN 200 steady 12.5 km DN 100 mm waxaa la isticmaalayaa 23.3 km DN سيديتن نا وحال استعمالي أفر دبيع صد نيشن كيلومتر مركة قودهان سند ميسانيد لابد كوني تضبا وحال قابانا يا وحي كدقان تايلا كنت نستيد دبيع تضبا كيلومتر سند ميسانيد لابد كوني استيد دادين فيرنان وحال قابان بقل صد نيشن دبيع تضبا كيلومتر project costiga ama miisaaniyada mashruuca ku baxaysa guud ahaan waxay dhantahay 300 milyan laakiin sanad miisaaniyadka ama 2007 budget ka deen fiirno waxa ku baxaysa miisaaniyada dhan 900 milyan hadeen fiirno general item oo kale waxa ku baxaya 200 milyan iyo 200 kun mashruuca design kiisu sidan buu eegay halkan aragtiin waxa weeyaan waa qaaxo marka qaaxo waxa laga sameynayaa kaydka biyaha ama reservoir 300 meter cube dhan biyuhuna waxay u imanayaan ceelbiyood laga qodayo qaaxa agteeda laba ceelbiyood laga qodayo oo maxaa la yiraahdaa aan hore soo sheegay marka labada ceelbiyood ee laga qodayo qaxaagteeda toos iyadoo la isticmaalayo collector pipes pipe kale ilaado toos waxay u keenayaan kaydka biyaha ee 300 meter cube halkan qaxa marka ka bacdi en stadium 12.5 kilometer dhan ayay waxay geeyaan halkan qabri bayax kaydka biyaha qabri bayax oo 500 meter cube reservoir halkan laga sameyn doono marka waxa booster station kaynu la xagan ku leena waxay ka dhigantahay markaas waa hal booster station oo halkan qaxa suubiya ugu soo tuuro qabri bayax markii biyo qabri bayax yimaadaan laakiin intan qabri bayax wixii ka hooseeyay xagan ilaa harta sheekh gravitum bi ku soconayaan maadaama qabri bayax meel sare ku taala ama high elevation ay ku taala uma baahanayo soo bam tuuro biya gravitum bi ku soconayaan oo biyo yagaas wadaya markaas halkaana cost minimization by laga sameeyay ka dhigantahay marka qaxo ilaa qabri bayax waxaan isticmaalaynaa DN 200 diameter pipe kiisu dhan yahay kadib qabri bayax biyo markay maadaan qabri bayax ilaa harta sheekh waxaan isticmaalaynaa DN 100 diameter kiisu aan balciisu ay dhan yihiin tumbooyin ay dhan yihiin
كدب بيو قبر بيح ولو برانشو بيو مركي قبر بيح يمدان لو برانشو كليالنا يعني دنا عن ودنا عهرت الشيخة وهل كان وعهرت الشيخ وحلقة سمين ده أنا لا بقوله متر كيوب ريزيرفايرا كدب دنا عن كلانا برانشي كلانا وحوس عونا يا جيو جو إيمانا يا تدوبات نيشن متر كيوب أو ريزيرفاير لقى سمين ده أنا كدب جلا وتدوبات نيشن متر كيوب يدنا كيد بيا لقى سمينا كدب وحبي بي توسو إيمانا يعني أرارسو بقول متر كيوب ريزيرفاير لقى سمينا أرارسو توسو حيوغو إيمانا يعني ديجري لي كدب مقالا عد ويدنا صدح بقول متر كيوب ريزيرفاير لقى سمينا دونا مركا مقالا عد أنو قانو بحينو بحان إنا هادنا البيوديو كلمة دامي عدد كبيو أي لا هالكن أي يران كران مركا ديجري لي مادان مرك حال كان لبيع البيوت وكلين كقودي دونا ويعني ساي مقالوين كان كله أيو قرسيان بيا كدي مقالة عدو حكوا حيك دونا تاع أولا بقول متر كيوب ريزيرفاير إذا نلوس مية دونا أولا رتوس واحد يكيني بيا كي مدى هجلالي تدوات نشان متر كيوب ريزيرفاير إذا نلقي سمية دونا كدي جدار كدي مشروع هو كي كان يدقحبور iskusoo wada dubar shirkani qiimanta ayaa waxa uu ashir lagu soo qiimeeyay dhamaan mashruucaha horumarneed ee wakaaladu ka hawlanaay muddooyinka la soo dhaafay waxaan ugu dambeeyay la isla qaatin mashruucaha lagu soo gabagabeeyo muddo kooban.